بخصوص توطين المواقع الإلكترونية، أكدت الوزيرة على ضرورة الاستثمار في الداتا سنتر أو ما يعرف بمراكز حفظ البيانات. والله حل التوطين في الخارج هو أنه لازم الاستثمار في الداتا سنتر، يعني بنوك المعلومات. الحمد لله اليوم راني وشفت في موبيليس ولا في اتصالات الجزائر شيء مليح، ونظن انهم حتى المتعاملين الخواص عندهم استثمارات وعندهم مشاريع في هذه الناحيه. عن قريب ان شاء الله نروحوا نشوفوها، و يعني الان اذا كان هذه المشاريع مشات على الوتيره اللي راها الالتزامات ماشيه فيها، بعضها قبل نهايه السنه، بعضها خلال السداسي الاول لعام 2016، ابتداء من السداسي الثاني ل 2016، نتمنى ان المشكل يكون انحل نهائيا.